انت يعني بالظبط الناس دي يعني. برضو انا بعذرها بشكل او باخر ان احنا اتربينا على الثقافة الرقمية غلط. يعني احنا ما كانش عندنا في اجيالنا او الكلام ده الناس توضح الارقام بشكل مبسط او بشكل يعني واضح جدا، وفي نفس الوقت المعلومة الاقتصادية ان الاقتصاد ده يا جماعة هو قلب الوطن، على اساسه الوطن بيترفع او بينزل بشكل او، احنا ما تربيناش على خالص كده، خالص مفيش. فده في حد ذاته نقطة ضعف. بالظبط فيمكن ده اللي بيخلي ناس كتير عندها تشويش او لخبطه في ان هم مش مستوعبين يعني ايه خطه اقتصاديه للبلد. بالظبط. وحاجه كمان نقطه مهمه جدا، الشعبويه. النقطه دي مهمه جدا جدا، لان هي اصلا اللي بتحرك هو لا الوسائل لا، وضح الاعلام. ايه يعني ايه شعبويه. شعبويه؟ يعني طبيعي طبيعي انه لما تسالي اي حد كده هتلاقي في العقل الجمعي يعني للناس، اي حد راكب مرسيدس ده اكيد فاسد، اي حد غني اكيد حرامي، في كده مسلمات كده، اي حد بيقول كلام كويس دي عن دراما الدوله حضرتك، يبقى بيقبض. دي دراما برضو. في كده يعني مسلمات كده في بعض شعبويه. برضو الوظائف الإدارية اللي بتكون مرتبطة في أذهاننا احنا إن هي وظيفة مش كويسة مش تمام، ايوه يعني فاهم اللي هو لا دي مثلا، مع احترامي طبعا لأي حد الانطباع. سكرتير مثلا أو كده، لا سكرتيرة أنثى يبقى لا في مشكلة. ده مفهوم درامي، ايوه ده غلط جدا. احنا بالظبط انا اتربينا بقى على كده، بتكلم في مع ايوه إن في بالظبط مننا ناس من أهالينا محترمين جدا وفي نفس الوظيفة دي، ايوه بس للأسف اختزال درامي خاطئ في مرحلة من مراحل عمر مصر. بالظبط. انا بتكلم بقى في الجزء الاقتصادي من الافكار الغلط دي. افكار ليه شعبويه؟ اللي مقصود ايه اللي هي الشعبويه؟ المقصود ايه؟ ان هو بيبقى اراء المجتمع اراء مبنيه على العاطفه وليس العقل. يعني ايه؟ يعني انا اطلع هتكلم مع الناس مش هينفع اقول انه انا كاعلامي مثلا او كمؤثر او كاتب مش هقول انه التعويم حلو، انا هقول ان التعويم وحش لان الناس متضايقه، لان تضخم هيرتفع. انا رغم ان هو قرار صح بس عشان انا ما مش اجيبش هقول انه لنفس صح، النقد. انا مش هقول انه صح، انا عارف انه صح بس انا مش هقول انه صح، انا همشي مع الموجه. دي نقطه مهمه جدا. في 2015 و16 كانت الناس بتمشي مع الموجه. هو انا في اللحظه في التوقيت ده انا تقريبا كنت يعني تقريبا يعني من ضمن قليلين جدا اللي ماشيين ضد الموجه اصلا، اللي هو يا جماعه تحريش سعر الصرف ده قرار صح، انتوا ايه اللي بتقولوا ده؟ القروض استخدامها طالما استثماري قرار صح، لما القروض تكون استهلاكيه قرار غلط، لكن احنا بنستخدمها في مشاريع اذا قرار صح. الاقتصاد معدل النمو بيرتفع وده مع الوقت هينعكس على التضخم ومستويات الاسعار، ده كلام صحيح وهيحصل. وكل حاجه انا فاكر ان انا كنت بتكلم عنها حصلت فعلا. النهارده التضخم الاسعار تضخم الغذاء او الطعام والمشروبات سالب 6%. النهارده احنا بنتكلم النهارده في اخر 3 شهور التضخم الخاص او اسعار بعض المواد الغذائيه الاساسيه الخضروات والفاكهه والدواجن واللحوم انخفضت ما بين 5% ل 15%. الانخفاض اللي حصل في غاز المصانع كل ده كان نتيجه ايه؟ نتيجه اللي حصل الاصلاحات الاقتصاديه. الناس كانت عارفه ان ده صح، في عدد كبير من المؤثرين في الراي العام كانوا عارفين ان ده صح بس ما كانوش بيقولوا ان ده صح عشان الشعبويه وال مش عايز اقول الغوغائيه الراي العاطفي الراي الهوجه اللي هو الكلام وعشان ما الغير ياثرش مستند على علم او على المتابعين عندي على الفيسبوك بالظبط. انا مثلا برضي الناس او بالظبط كده. يشتموني او اجيب لنفسي الشتيمه، هما فمين بقى ده يعني التفكير. فتخيلي بقى حد هيقف ضد ان الموجه كامله كلها واقفه ضد، كل الناس شايفين ان ده قرار خاطئ، ان ده خطا وان الاقتصاد بينهار، مصر هتفلس يوم الجمعه العصر، الدولار هيبقى ب 300 جنيه ديسمبر 2017، هيحصل حرب اهليه وخزنه مش عارف ذهب ودولار، كلام فارغ كله. طب انت فانت كنت بتعمل ضد ايه الموجه برضو كلها. فكره ان لو جالك حد مثلا مش فاهم المعلومه اصلا؟ يعني انت بتوضح طبعا المعلومات وده دورك المسؤول، وفي نفس الوقت بتكتب الارقام دي وان احنا فين وبقينا فين والاجتهادات اللي احنا بنشوفها دي، لكن لو حد اصلا متبني وجهه نظر معاديه جدا عن الاتجاه اللي هو المفترض خطه مصر اللي واخداها وفي نفس الوقت ما عندوش معلومه، ايوه دورك المسؤول في ده ايه؟ هو في نوعين من المعترضين، في معترض عن عدم معرفه بس هو ملوش موقف ايديولوجي ضد فكري، ما عندوش موقف فكري، هو بس هو عادي، هو متضايق من الاسعار ممكن، هو متضايق من هو المرتبات، هو مواطن مستاء هو مستاء هو بس كده بس، لكن مش ايديولوجيه يعني مش ما عندوش فكره معينه لهدم الدوله يعني ما عندوش الدماغ ما عندوش وجهه نظر علميه فكريه يبني عليها رايه المعارض ده. لا تمام، هو ليه اضرار لحاجاته الشخصيه بالظبط كده، هو فبالتالي بيبني مضر موقف شخصيا بالظبط كده. هو لو حالته الشخصيه اتحسنت يبقى الاقتصاد فل، الاقتصاد زي الفل. يعني يعني مثلا في بعض المستثمرين اللي هم في عز الازمه او في الحروب الاهليه مثلا يقدروا ان هم يستفيدوا، مثلا ان هو مثلا يبيع سلع في السوق السوداء ب 10 اضعاف ثمنها،
هو بالنسبه له على المستوى الشخصي مبسوط جدا، فبالنسبه له الاقتصاد هيبقى جميل وهيبقى راضي رغم ان البلد الاقتصاد واقع منهار اساسا. فاللي اقصد اقوله ان هو ناس متاثره بحياتها الشخصيه، ظروفها الشخصيه بتخليها هي شايفه ان الظروف، انه اكيد الظروف يعني الاقتصاديه سيئه طالما انا متضرر، وده فهم قاصر. ده محتاج بقى ان احنا نعرفه يعني ايه اقتصاد، يعني اقتصاد دولة 100 مليون وان انت فرد 100 مليون بتعمل ده التأثير بالظبط كده. انا بقى 3 سنين بعمل ده يعني او اكتر، انه التأثير بياخد وقت طويل. وبتلاقي تأثير بالظبط يعني دايما طبعًا. جمال المسؤولية اما تلاقي ان انت بتأثر بشكل ايجابي. كتير رسائل كتيرة جدا، مئات مئات ويمكن الاف الرسائل على مدى مثلا اخر 4 سنين، يعني عن انه ناس كان عندها اراء عند اقصى اليسار بقت اراء مختلفة تماما عند اقصى اليمين. يعني في ناس كتير اراءها بنحاول نعمل ده يعني.